حياكم الله مشاهدينا من جديد في حوار مسائي، واليوم عن التعليم ونخصبه الثلاث فصول لهذه الأربع سنوات بين مؤيد ومعارض لموضوع نظام الفصول الدراسية، حيث كان في السابق فصلين دراسيين ومن ثم تحول إلى ثلاثة فصول دراسية. الآن وبعد مضي أربع سنوات على تطبيق نظام الثلاث فصول، هل تؤيد الاستبدال أم الاستمرار أم العودة للنظام السابق في ظل عدم تأقلم الكثير من أولياء الأمور مع نظام الثلاث فصول؟ وفي نفس الوقت هذا النظام ناسب البعض أيضا. لمناقشة هذا الأمر معنا الدكتور خالد المري، رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة في الشارقة. حياك الله دكتور. يا مرحبتين. الله يحفظك يا رب. فيكم. اليوم موضوع مستفيض شوية، ونتمنى أن أولياء الأمور يتواصلون معنا، حتى لو حد جانا من الوزارة نحن بنرحب به. نتمنى ذلك. آمين يا رب. الله يبارك. دكتور بناخذ تقرير بنعود إن شاء الله للحوار. يا حياك الله. إذا مشاهدينا ننتقل إلى تقرير عن هذا الموضوع ثم نعود إليكم بعد قليل. كأول نظام يطبق على مستوى الوطن العربي، الهدف منه تطوير التعليم ومخرجاته. عام دراسي جديد بدأ بتطبيق نظام الثلاثة فصول، فيما قال مسؤولون مهتمون بهذا القطاع إن عدد الأوائل على مستوى الدولة مع نظام الفصلين كان يصل إلى 158 طالبا مقابل تراجعه حاليا بشكل كبير. الطالب وولي الأمر كان لهم آراء مختلفة بين من رأى نظام الفصلين أجدى وبين من دافع عن النظام التعليمي الجديد ذي الثلاثة فصول. والله أنا بالنسبة لي فصلين أحسن، التركيز للطالب أحسن من الثلاث فصول. يعني بحس أن الطالب بتاعي مش مركز، شوية دراسة ويرجع شوية دراسة ويرجع، لا أنا عايزه يبقى بس مركز في حاجة واحدة. فبالنسبة لي فصلين بيبقى أحسن من ثلاث فصول. أنا صراحة ضده، يعني لأن الطالب بيكون بيتعب يعني كثلاث مراحل، لازم أن يكون شوية بس أنه يرتاح نفسيا من المذاكرة 24 ساعة. بالنسبة لهذا الموضوع برأيي أنه فصلين أحسن، أحسن للأهل وأحسن للطالب، أحسن من ناحية المتابعة، من ناحية أنه إذا عطل فترة مثلا عبين ما يرجع يدخل في الجو العام تبع الدراسة. بالنسبة لي والله أنا بشوف أنه الثلاث فصول أسهل وأفضل بالنسبة للطالب ولولي الأمر، يعني كدراسة كمواد بيأخذها على فترات مقسم لثلاث أسهل إله يعني وأفضل. نحن نظام فصلين هذا تعودنا عليه صح زمان، لكن أنه ثلاث فصول شيء جديد صح، لكن أنه وايد زين حق الطالبة. نظام الفصلين راح يخلي الطالب يعني منتبه أكثر لدروسه، راح يخلي حتى أولياء الأمور أنهم منتبهين عارفين شو اللي عم بيصير مع الطالب. خلال ثلاث فصول الطالب راح يكون متشتت، يعني حتى ولي الأمر راح يكون مش مركز مع الطالب. ثلاثة طبعا لأن تكون دراسة أسهل ويعني واجبات أقل ودرجات أحسن. ثلاث فصول أعتقد أنه أسهل على الطلاب ويعني شوية خفوف علينا، والفصلين يعني وايد ما نروم ذاكر. ويأتي نظام الفصول الثلاثة استجابة لمتطلبات التطوير وتحقيق الاستقرار في المجتمع التعليمي والتربوي. ورأى تربويون أن النظام برغم حسناته الكثيرة إلا أنه يحتاج إلى مزيد من التطوير. نظام الثلاث فصول نظام راقي، لكن ينقص آلات التطبيق التي يجب أن يطبق بها، وكذلك أن يأخذ الحوافز التي يجب التي وضع من أجله، وهو اختصار الزمن على الطالب، بحيث أنه ليس شرطا بأن يجلس الطالب على المقعد الدراسي حتى ينهي المرحلة الثانوية 18 سنة. يجب أن يكون هناك كم من الفصول بحيث أن الطالب اجتاز هذا الكم من الفصول. لنفرض أنه السنة الدراسية عندنا فصلين دراسيات قديما، يعني 24 فصل، يعني الطالب الذي ينهي 24 فصل بتراكمات معينة هو يستطيع أن ينهي المرحلة الدراسية، وبهذه الحالة نكون قد أنهينا عليه أو قلصنا عليه الفترة الزمنية. يجب أن يكون هناك توافق، يجب أن يكون هناك بيئة محلية، يجب أن يكون هناك علاقة وطيدة جدا ما بين المجتمع المحلي وبين المدرسة.
دكتور خالد، مثل ما شفت في التقرير كان هناك إيجابيات وكان هناك أيضا سلبيات بالنسبة لاتخاذ هذا القرار، لكن الهدف الرئيسي من الحكومة هو تطوير التعليم ومخرجاته، والهدف الرئيسي طبعا هو بناء هذه الأجيال بالطريقة الصحيحة. فخبرنا عن أهداف الحكومة أول شيء، بعدين ندخل إحنا في هل هذه مشكلة الآن موجودة أو لا. أولا نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. باسمي واسم أخواني في مجلس أولياء الأمور نتقدم بالشكر والعرفان لوزارة التربية والتعليم على ما تقوم به من تطوير للتعليم، وكذلك الإدارات في وزارة التربية والتعليم التي دائما تقيم طبعاً وتشرف وتعطي النتائج لكي يكون إغلاق إن كانت هناك فجوات يتم إغلاقها لتطوير صحيح. التعليم، ومنها الآن القرار الأخير في الاستراتيجي بما يتعلق بخصوص إنهاء أو إلقاء العلمي والأدبي وتحويله إلى اللي هو بما يتعلق الثاني عشر. نعم. لا فرق بين العلمي والأدبي، إذن مرحلة واحدة. كذلك نحن من الداعمين والشاكرين لوزارة التربية والتعليم طبعاً. وكذلك المناطق التعليمية التي هي في إمارات الدولة ومجالس التعليم، ومنها مجلس الشارقة للتعليم نعم. الذي نحن تحت مظلته والذي يشرف على أداء المدارس في إمارة الشارقة إذا أخذناها على سبيل المثال، وداعم للمنطقة والوزارة في إنجازاتهم طبعاً. ونحن راضين كل الرضا على ما تقوم به وزارة التربية والتعليم، ولكن من خلال تواصلنا مع الميدان نعم. لمسنا الكثير صحيح. ونحن نوصل ما نلمسه، ومنها ما تفضلتم به بخصوص الفصول الثلاثة. طيب بعد مضي الحين 4 سنوات من تطبيق الثلاث فصول، عدنا يعني هل أنت أصبحت بما لمسته من المجتمع وأولياء الأمور والمدرسين والطلاب أيضا نعم طبعا. من المؤيدين أم الذين يقولون لا هذا النظام لابد ألا يستمر، لابد أن نعود للنظام السابق، أو أن هذا النظام يمكن أن يستمر لكن بمواصفات مختلفة وخاصة؟ نحن ليس بالمعارضين وليس بالمؤيدين، ولكن لنا بعض الملاحظات. المساهمين في التطوير. المساهمين نعم. في التطوير نعم. وأنا أتمنى أن اليوم نقدر نستعرض بعض الأمور إن شاء الله. بما يخص ولي الأمر والطالب ووزارة التربية والتعليم طبعا. أن تكون على علم ودراية بما نوصله إن شاء الله اليوم. نحن أيضا دكتور أرقامنا ظاهرة الآن على الشاشة، ونحب أن احنا نستلم أي اتصالات منكم مشاهدينا الأعزاء أو من أي مركز إداري داخل الدولة أيضا يستطيع أن يضيف من خلال برنامجنا حوار المساء في مساء الإمارات. إذن نتمنى ذلك. آمين يا رب. وبما يتعلق بالفصول الثلاثة، أولا نوصل رسالة لولي الأمر أن بداية تطبيق 2010 نحن طلبنا وزارة التربية والتعليم ومنطقة الشارقة التعليمية بأن ينتدبوا من هم أهلا لذلك صحيح. لتوصيل الرسالة لولي الأمر نعم. وجمعناهم في قصر الثقافة في الشارقة نعم. بما يتعلق بالفصول الثلاثة، وتم شرح آلية عمل الفصول الثلاثة وآلية تطبيقها نعم. وهذا وصلون الحمد لله، هذا يعتبر إنجاز لمجلس أولياء الأمور. ولكن أبغى أوصل كذلك أن الفصول الثلاثة ليس مطلب بس من وزارة التربية، فهو مطلب عالمي لكي يكون الاعتماد الأكاديمي، وهو بما يعادل 180 يوما دراسيا. طب ماذا يميزها دكتور؟ يعني شو اللي يميز الفصول الثلاثة عن الفصلين؟ الآن سأتحدث نعم. عن ذلك. إذن أولا يجب أن لا يقل أيام التمدرس عن 180 يوما دراسيا نعم. ثانيا بما يتعلق بالثلاث فصول والفصلين، الثلاث فصول هناك في توزيع الدرجات، لو أخذنا كمثال في الفصل الأول 10 درجات اللي هو التقييم المستمر نعم. و20 درجة لدرجة الامتحان امتحان. نعم. والفصل الثاني والثالث لكل منهما 15 درجة تقييم مستمر و20 درجة للامتحان نعم. إذن الوزن النسبي الفصل الأول 30 درجة
والفصلين الآخرين الفصل الثاني والثالث لكل منهما الوزن النسبي 35 درجة. نعم. بمعنى أن لو حسبنا 10 درجات وخمس و 30 40 درجة هي في يد من المعلم في التقييم في يد المعلم. نعم تقييم صحيح تقييم المستمر. نعم في يد المعلم فيجعله متحكما في الطالب. نعم. بمعنى طب هذا إيجابي أو سلبي؟ هذا سلبي أنا أعتبره وأنا أتمنى أن وزارة التربية تدرك ذلك وتوجد له حل بديل. صحيح. إذن هذا بالنسبة إذا كان بالنسبة للتقارير أو البحوث أو الامتحانات الشفوية فهذا يجبر الطالب أن يستجيب للمعلم. للمعلم صحيح. ولو وليس للمنهج. ولو دعاه ذلك بأن يشتري ذمة المعلم. ذمة المعلم وهذا لفظ أنا لا أشكك فيه وليس جميع المعلمين نعم هم نزهاء ولكن للأسف البعض إحنا كأولياء أمور نعاني من ذلك وسمي بالدروس الخصوصية. صحيح. لماذا من يأتي المعلم إلى منزله يحصل على 40 درجة من أول العام لآخر العام؟ إذن إحنا مشكلة كبيرة دكتور. لا المدارس تنبهت لذلك طبعا وأوجدوا حلول بدروس التقوية وجزاهم الله خير الحمد لله. البعض من المدارس ونتمنى أن توجد البدائل كما أوجدوا اللي هي الدروس ليست الخصوصية دروس التقوية. نعم داخل المدارس وهذا أمر إيجابي. إذن بما يتعلق بالثلاث فصول وظلم الطالب وولي أمره أنا إذا اعتبرت كظلم أو شراء ذمة المعلم. طب خلينا نأخذ رأي على تليفون معنا تليفون يريد. نأخذه ونكمل أيضا من وين موقف دكتور فضل. معنا عبر الهاتف الأخ عبد الله سعيد راشد المعمري عضو مجلس الآباء بالمنطقة التعليمية في العين سابقا حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا الله يسلمك. الله يحييك. قبل أنا قبل كل شيء أشكر قناة الظهر على جهود هذا الفعال حقيقة الله يسلمك عشان أولادنا وطلابنا كيف يتقدموا وكيف يكون لهم دور في البلاد. الله يحفظك يا رب. زين ونحن بنسألك بدورنا يعني شو مدى رضا الطلبة عن آلية الامتحانات اللي تكلم أيضا عنها الدكتور يمكن بس أخذ هو النقطة الأولى منها أن عندك ثلاث فترات. حقيقة في مراجعتنا المدارس ومراجعتها معهم طلاب ووجودنا كآباء في المدارس فحقيقة كان الفصول اللي هو من الأسود كان فصلين كان فيه إيجابي كثير للطالب. نعم. لأن بعض الطلبة احنا نسمع نتكلم يقول والله خلاص أنا لو رسيت الفصل الأول الفصل الثاني بحصل الثالث وكذلك النقائل العلامات الذي عند المدرس أستاذ هذه هي سلبياتها أكثر من إيجابيتها أستاذي. نعم. فصبح طالب خلاص عملت معه في الأستاذ ويعتمد على شيء معين وكذلك عم الطلاب ان تتكلم معاهم نسالهم شو رايكم في الفصول هذه قال لا والله ما في انا ما ارتاح من فصل مباشره لفصل اول كان خلاص عارف هو من فصل الاول حتى فصل الثاني نعم. ما عنده ثلاثه فصول عشان هو يتلعب فيهن او يروح فيهن صحيح رايي والله بحسب معلوماتنا ومدارسنا المدارس يكون هو بالفصلين افضل مثل كان السابق هذا كراي يعني نعم. ولكن حقيقة أن وزارة التربية والتعليم لها هدف ولها رأي تتابع كذلك وحقيقة أن إحنا نخلي الموضوع الأول والأخير ما عند وزارة التربية والتعليم تدرس الأوضاع هذه نعم. وتشوف لأن الطالب على طول إحنا اعتمد على التقوية وخاصة التقوية خارج المدرسة التقوية اللي خارج المدرسة هي اللي كانت أثرت على الطالب كثير صراحة طبعاً والتقوية في المدرسة هي إيجابياتها حقيقة لأن مراقبة من قبل المدير من قبل الفصائي من قبل الوكيل في المدرسة هل الطالب حضر هل قام بواجبة هل المدرسة درسها هل كذا فهذا أنا رأيي أشوف أكثر وفائدة للطلاب وبارك الله فيكم. مشكور ما قصرت يعني الدكتور نعم. أيضا طرق لنفس الموضوع شكرا جزيلا لمداخلتك. جزاكم الله خير والشكر على تواصلكم معنا حقيقة وعلى جهودكم هذا لأبنائنا لأن هذا الأبناء طال عمرك هم ثروة البلاد هم الأبناء هذين الشباب الآن هم الثروة حقيقية ومهما كان الإنسان يدي دور ما أدنى حد هاي البلاد نعم. بالخير الذي هي وقفت لهم ووفرت لهم بجميع الشيء بجميع الخير بفضل الله سبحانه وتعالى شكرا ما قصر جزاكم الله خير الله يحفظك يا رب السلام عليكم مع السلامة.
الله يسلمك الأستاذ عبد الله. طبعا نشكرك على مداخلتك معنا على التليفون. بنرجع للدكتور خالد، مثل ما شفت أيضا هو يقف معك في موضوع، في بعض المواضيع السلبية اللي هي عملية الدروس الخصوصية التي كثرت. زين نكمل دكتور بالنقطة الثانية اللي كنت تحدث عنها. إذن احنا متفقين بخصوص ما يتعلق بالثلاث فصول، نعم، وتوزيع الدرجات وأيام التمدرس. نعم. إذن ما هي سلبيات الثلاث فصول؟ نعم. للأسف أبنائنا لحد الآن لم يدركوا أهمية ثلاث فصول والأربعين درجة التي بيد المعلم. نحن دائما من خلال زياراتنا وتوصياتنا لولي الأمر والطالب من أساسيات اللي هو لائحة مجالس أولياء الأمور أن إحنا نقوي العلاقة ما بين المدرسة والبيت، والبيت طبعا، والطالب ومعلمه، تصبح علاقة مجتمعية متكاملة طبعا. نعم. دائما نستوصي خيرا من إدارات المدارس والمعلمين باحتواء أبنائنا. نعم. وكذلك نستوصي أبنائنا بطاعة المعلم. صحيح. واحترامه وإعطاء قيم. ليش؟ اليوم لما الطالب، والطالب أنا أعتبر دائما ذكي طبعا، لكن للأسف نتمنى أن يستخدم الذكاء في المجال هذا. نعم. لو أطاع معلمه واستمع له وقدره وحياه تحية فيها يثبت نضوجه. صحيح. تأكد الأربعين درجة لن يحتاج أن يحضر المعلم إلى البيت أو دروس التقوية أو دروس الخصوصية. تصبح هذه 40 درجة منجية. منجية له. نعم. في معدله. طبعاً. لأن دائماً إذا أنت انتبهت لمعلمك واحترمته ستهضم المادة. صحيح. وتكون من المتفوقين. صحيح. وهذه نصيحة أوصلها لكل ولي أمر وكل طالب. نعم. لكل ولي أمر قلت؟ لكل ولي أمر وكل الطلاب أبنائنا. معنا ولي أمر، شو رأي ناخذ اتصاله؟ الله يحفظه. الله يحفظك يا رب. ألو. ألو، السلام عليكم. مساء الخير، من ويانا؟ معك أم إبراهيم من السرعة. نعم. فيك يا أم إبراهيم، حياك الله. اليوم ما شاء الله ضيفتك لنا مشاركة. الله يحفظك. دار الثقافة، وأنت بصحة وسلامة إن شاء الله. بقول لحضرتك أنا بس عايزة أسجل إن أتمنى إنه يرجع فصلين تاني. شو السبب؟ بدل ثلاث فصول. شو السبب؟ خبرينا على السبب بس. والله أنا حاسة أن تحصيل الطلاب في الفصلين أحسن من الثلاثة، لأن عندي ولادي بدأوا يتكاسلوا جدا في المذاكرة، والترم الأول برضو ما بيذاكروش كويس وما بياخدوش مواد كتيرة. نعم. وبياخدوا حاجات قليلة جدا جدا، يعني بياخدوا مثلا جزئين أو ثلاثة، وبعدين الأجازة بقت أجازات كتير. يعني أم إبراهيم أجازات. أنا بسألت سؤال على أساس نكون منصفين، ماذا عن محتوى المواد؟ خبرين عن محتوى المواد، هل هو أفضل أو هل هو يعني غير مفيد مقارنة مع الفصلين؟ كانوا في الفصلين كانوا بيذاكروا أحسن، وكانوا المدرسين بيدوا مواد أكتر وبيدوا أسئلة أكتر. نعم. مادة أكثر، لكن المحتوى، شو رأيك في المحتوى، هل هو أفضل؟ المحتوى المحتوى هو كويس، المحتوى بتاع الكتاب كويس، بس لما تقسم على ثلاثة لا، حسنا أن فيه ضعف. انزين خلاص، عيل مشكوره، نحن بنشوف راي الدكتور في هالموضوع. الله يخليك، شكرا. السلام عليكم. شو رايك دكتور فينا؟ رايي هي تتكلم عن الضغط النفسي اللي يعانيه الطلاب. يعانيه، نعم. وهذا اغلب الطلاب، لو دخلت وبحثت عن ردود افعال الطلاب او ما عرضته سابقا، نعم، ان الطالب يشكي عن ضغط الامتحانات. نعم. في اليوم الواحد مادتين لمده 5 ايام. صحيح. اذا وهذه نصيحة لوزارة التربية نوصلها كذلك، أن يدركوا أن أبنائنا الطلبة يعانون من مشكلة الامتحانين، ولو مادتين من المواد الثقيلة، إذا كان مثلا الرياضيات ومادة أخرى معها. صحيح. كيف سيذاكر وكيف سيؤدي الامتحان؟ نعم. ولو كان يعني ادعاء الوزارة أن التخفيف في المادة. نعم. وليس مادة كاملة. صحيح. التي سيمتحن فيها، ولكن ما يزال أبنائنا الطلبة ما زالوا محتاجين لتوجيهاتكم وإيجاد حلول بالنسبة للامتحانين في اليوم الواحد، وهذا سيسهل طبعًا. أو يوجد حلول. صحيح. لشكوى أختنا اللي تفضلت. دكتور إحنا ما عندنا وقت زيادة، يقولوا لي معنا دقيقة، لكن أنا أقول لك معاك 3-5 دقائق تعطينا من يعني من مجال خبرتك. خبرنا أيضا عن دور أولياء الأمور، لابد أنه يتبع الآن أولياء الأمور والنصيحة اللي توجهها لهم. أنا أولا أشكركم على الله يحفظك يا رب وجودي عندكم اليوم. شكرا لك. وأتقدم باسم آيات التهاني والتبركات لسمو رئيس الدولة ونائبه الشيخ محمد
بن راشد المكتوم رئيس مجلس الوزراء وأعضاء المجلس الأعلى وولياء العهود بالسنة الهجرية. وكذلك نشكرهم جميعا على دعمهم للميدان التربوي، ونحن جزء منهم بتواصلنا أو من خلال مجالس أولياء الأمور الخمسة في إمارة الشارقة، نعم، في خورفكان ودبا وكلباء والمنطقة الوسطى ومدينة الشارقة. نعم. هذه المجالس الخمسة تدعم بمباني وميزانيات، ونتمنى أن يعم ذلك جميع الإمارات، وهذا الطلب إن شاء الله يتحقق. وكذلك دور المجالس هذه تفعيل، نعم، المجالس في المدارس. صحيح. والله يعلم بحجم عوائده، لو كل ولي أمر تواصل مع إدارة المدرسة وشارك في هذه المجالس سيكون على بينة بوضع ابنه ووضع المعلمين ودرجاته، ولن يفاجأ أبدا، وسيساهم في رفع دافعية الأبناء طبعا بشكل بناء. صحيح. وهذا جزء من منهجنا، نعم، ومساهمتنا للميدان. إذن نحن ندعم هذه المجالس والمدارس. دور مجالس أولياء الأمور ليس فقط ما تقوم به بالزيارات أو التفتيش، إحنا ليس مفتشين. صحيح. وليس مقيمين، نعم، بل نحن داعمين للميدان. نعم. صحيح. ندعم الإدارات والمعلم ونشد على يده ونشجعه ونكافئه بمعنى تكريمه، وكذلك تكريم ولي الأمر المتواصل مع المدرسة، نعم، وكذلك المتفوقين من أبنائنا الطلبة، الجميع يكرم ويرفع اسمه في قوائم المتميزين، وكذلك هناك الرعايات للمتميزين. إذن نتمنى كل أبنائنا يكونوا متميزين. وسمعوا اليوم برنامجك طال عمرك وشكاوي الطلاب، الله يحفظك يا رب. نتمنى أن يدركوا أن الميدان يحتاج منهم المثابرة. صحيح. والاجتهاد والمساهمة أيضا، والمساهمة، نعم، أول شيء الولاء لهذه الدولة، نعم، وكذلك طاعة ولي الأمر واحترام علم الإمارات ورفعه عاليا دائما. نعم. نحن نكون سفراء بتفوقنا ونجاحنا، نعم، ونحن نشد على أيديهم ما شاء الله. النسب لله. اللي أنتم تذكرون أن تدني في النسب، أنا أذكر أن أبنائنا أذكياء وبمقدرتهم تحقيق، ولكن يحتاجون إلى الإرشاد الأكاديمي. الله يحفظك من يا خلال المدارس. ولكم الشكر. شكرا دكتور. الله يبارك. شكرا فيك. جزيلا. إن شاء الله ولنا لقاء آخر إن شاء الله، نتمنى أن أحد الإخوان من وزارة التربية والتعليم أيضا يتواجدون معنا في لقاء آخر. شكرا الله جزيلا. الله يبارك فيك وفيهم إن شاء الله. الله يحفظك يا رب يا دكتور. مشكورين. نحن نشكر الدكتور خالد المري رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة في الشارقة. مشاهدينا طبعا اليوم هي يعني حوار المساء، الموضوع جدا شائق، ولا بد انه يتابع بشكل مستمر. تابعونا وتواصلوا معنا وادلوا معنا في دلونا على اساس نحن نوصل بابنائنا الى بر الامان. تريونا بعد الفاصل وفقره احب وطني والشاعر خلفان الكعبي مؤسس القريه التراثيه بالعين. تريونا.